واجتمع رئيس مجلس الدولة الصيني لي كاتشان مع الرئيس البولندي أندريا دودا الذي يقوم بزيارة الدولة للصين على هامش الاجتماع الرابع للقادة بين الصين ودول وسط وشرق أوروبا والمعاقد في سوجو بمقاطعة جيانسو شرق الصين. قال لي كاتشان إن الصين تولي أهمية كبرى لتنمية العلاقات مع بولندا، وتأمل من الجانب البولندي الاستعداد لمواصلة إثراء الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، كما تأمل في أن تعمل الحكومة الجديدة في بولندا مع الصين لتعزيز العلاقات الثنائية. وقال لي إن الصين مستعدة لتعزيز استراتيجية التنمية مع بولندا وتوسيع التجارة والاستثمار وتنفيذ التعاون في القدرة الإنتاجية وتوسيع التعاون في مشيرا إلى أن الصين اقترحت مبادرة جديدة لتنفيذ التعاون بين منطقة الموانئ الثلاثة آمنة من الجانب البولندي في دعم المبادرة والمشاركة فيها بنشاط. كما أكد لي كاتشان أن بولندا بلد مهم في منطقة دول وسط وشرقي أوروبا، وأن الصين مستعدة لدفع التعاون بين 16+1 الذي أصبح محركا هاما لتنمية العلاقات بين الصين وأوروبا والعلاقات بين الصين وأوروبا الوسطى والشرقية وبين الصين وأوروبا بكاملها. ومن جانبه أعرب دودا عن سعادته بزيارة الصين وإعجابه بالإنجازات الاقتصادية والاجتماعية الصينية، مضيفا أن الحكومة البولندية الجديدة تعلق أهمية كبيرة على تطوير العلاقات مع الصين وترغب في أن تصبح شريكا هاما للصين. كما أشار إلى ثقته بأن الاجتماع الرابع للقادة بين الصين ودول وسط وشرقي أوروبا سيحقق نتائج كثيرة.